أصبح دور المرأة في مجال الهندسة محوراً أساسياً في تعزيز التنوع والابتكار، ومن خلال جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي توفرت لنا الفرص والموارد التي تدعم المرأة لتحقيق النجاح في مجال اختصاصها. وبصفتي مهندسة كهربائية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنا فخورة أن أكون جزء من هذا القطاع الحيوي الذي يتحدى باستمرار حدود المستحيل، وتطلع أن تكون لي بصمة إيجابية لخدمة إمارة الشارقة. المهندسة شمة الكعبي، إدارة توزيع الكهرباء. تم عمل دراسة لشبكة الجهد المتوسط والمنخفض لمشروع الجادة من قبل مهندسين مختصين في مجال الدراسة والتخطيط للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى اعتماد المخططات الخاصة بالبنية التحتية للمشروع استنادا إلى شروط وقوانين الهيئة. معكم مهندسة ريم من محطة الرحمانية لتحلية المياه. دوري يشمل على الإشراف على تحكم وتشغيل المحطة بشكل يومي، وأن جميع أجزاء المحطة تعمل بشكل آمن وسليم وبكفاءة المطلوبة. وأهم أدواري أيضا تشمل الإبلاغ عن أي خلل في أي وحدة من وحدات المعالجة، سواء كانت هذه المشكلة ميكانيكية أو كهربائية.